السلام عليكم يا صبايا ويا شباب، عدنا لكم مرة تانية في حلقة جديدة عن نبض الشارع الفلسطيني، وراح نواصل حلقتنا الثانية عن التربية والثقافة بخصوص المرأة الفلسطينية. اليوم لحتى أحكي وأطرق للموضوع هذا، وقبل ما أدخل في الموضوع هذا، بالبداية بكل موضوع بنطرح إلا لما يكون في ناس موالية وناس معارضة للموضوع المطروح. يا جماعة المهم أنا راح أوصل رأيي لكم، وإنتوا خدوا اللي بدكم إياه واللي ما بدكم إياه كبوا. وأنا حتى مصور لكم آراء الناس، اليوم صورنا آراء الناس في الضفة في غزة، وقلنا نسمع آراءهم، وقلنا وإحنا قبليها قلنا ليش إحنا اخترنا، وقلنا ليش بداية حلقات عن المرأة الفلسطينية. يا جماعة المرأة الفلسطينية هي الأم التي صنعت من التضحيات اللي إحنا بنشوفها كل يوم والمعاناة إلى حياة مليئة بالأمل والفخر والاستقرار لأبنائها، اللي بيساعد في بناء المجتمع اللي أنت عايش فيه. يا جماعة إجا واحد بيقول لي وين دور المرأة في المجتمع؟ هلا أنا بدي أقول لك وين دور المرأة في المجتمع. ببين دور المرأة في المجتمع وين ببين؟ في تربية أولادها وبناتها عشان يساهم في بناء مجتمع حضاري والحفاظ على الثقافة والهوية، وعشان المرأة تحافظ على المجتمع وحضارة المجتمع وتحافظ على الهوية. هذا الاشي ما بيجي هيك من فراغ يا جماعة، ولا هي شعارات احنا بس بنحكيها، واحنا خاصة في مجتمع معروف عنه مجتمع شرقي. انا ما بدي اقول انه مجتمع ذكوري لانه ما بحب هذا المصطلح. لازم نساعد المرأة اللي هي إمنا وأختنا وبنتنا في بناء شخصية مثقفة متعلمة قوية ومستقلة عشان تقدر تربي أبنائها، ولأنه هذا كله راح يفيد مجتمعك. هلأ ممكن البعض يقول شو مستقلة، وقف رامي شو مستقلة، ممكن يفكر شو رامي هذا بجيب لنا عائل أوروبي. لا يا حبيبي مش هيك أبدا. أقول لك شغلة، أقوى طريقة إنك تربط بين شخصين القلب. إذا امتلكت أنت قلب إنسان، هذا الإنسان مستحيل أنه يقدر يجرحك أو يضربك. عشان هيك كلمة مستقلة يعني لازم أنك أنت تملك كل المقومات العقلية والثقافية عشان تقدر تقوم في واجباتها. عندها عدة واجبات، عندها واجباتها المدنية والأسرية والمجتمعية بشكل تام دون تأثير أي طرف آخر. طيب أنا بدي أعطيك مثال، يعني مثلا تقدر تنتخب من غير ما يجي يقولها زوجها تعالي انتخبي فلان، أو يجي أبوها تعالي انتخبي علان. يا جماعة لازم يكون إلها صوت في المجتمع، صوت مستقل، تقدر مثلا تدرس وتشتغل وتلاقي شغل، علشان لا سمح الله لو صار شيء في زوجها أو أبوها تقدر تشتغل وتصرف على أسرتها وما تحس حالها عالي. أنتوا عارفين إنه البنت حساسة وما بتحب تكون عالي وعبء على المجتمع، وإحنا لازم المجتمع الشرقي قبل ما ننظر للمرأة كونها صبية حلوة يجب أن ننظر إليها كإنسانة إلها شخصيتها ومشاعرها. وإنتوا طبعا فاهمين شو بقصد أنا. يجب أن يبدأ كل إنسان بنفسه ويبدأ يفكر بشكل إيجابي تجاه المرأة. يا إخواني وخواتي، المسؤولية الشخصية الفردية هي اللي بتخلينا شعب قوي، أما الاستمرارية في أزمة القيم سيحولنا إلى عن جد إلى مستوى ضعيف جدا. وإذا المرأة تم ضربها فتأكدوا تماما راح تربي جيل مهزوم. فالخيار إلكم، شو بدكم؟ بدكم جيل مهزوم أو جيل منتصر يحقق الحلم الدولي اللي إحنا قاعدين نراكد وراها إلنا سنين؟ هلأ شو رأيكم إحنا مثلا نبدأ بمشاريع صغيرة اللي يساعد في بناء مجتمع؟ شو رأيكم نبدأ بخطوات عملية بسيطة؟ وطبعا بناخد في عين الاعتبار الظروف، أنا والله ما خد كل الاعتبارات، الظروف الاقتصادية والسياسية لمجتمعنا الفلسطيني. شو رأيكم إنه مثلا نكون في كل حارة منسقة، يعني زي ما منسقة مشاريع أو زي ما بسموها منسقة مستقبل. طيب هلأ أنت بتقول لي ليش؟ طيب لأنها يا حبايبي رح تشتغل على المستقبل، على تربية الأطفال والصغار اللي إحنا إلنا كل أملنا فيهم.
بشيء بسيط كتير ومجاني. بدنا في كل حارة منسقة مستقبل، وتبدأ هاي المنسقة إنها تسوي تجمع بسيط للعائلات والأطفال على إن للأطفال، ومرة في الأسبوع أو مرتين كبداية في مكان عام، مثلا حديقة عامة، مكتبة عامة. بالمكتبة نقدر نقرأ لهم كتب قصص، نجيب الكتب، هذا عندي كتاب قديم نبدل كتب مع بعض. وممكن نسوي في مكان في حارة مثلا مكتبة مفتوحة للأطفال، وشعبنا كريم والله راح هيك مشروع يلاقي كتير دعم. وهيك نبدأ بالخطوة الأولى ومع بعض ببناء بجيل قوي ومستقبل واعد. قبل ما أخلص حلقتنا لهذا اليوم حبيت أشكر كل اللي راسلوني وكل اللي كانوا، حتى اللي كانوا معارضيني عن اللي حكيته قبل. بالعكس أنا ابعتولي والله 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 لاجب تقوية دور المرأة في المجتمع الفلسطيني، ونبدأ من البنات الصغار. وطبعا احنا بنرحب بآرائكم كلكم، وابعتولي وعشان نشجع الباقيين وإيد بإيد من أجل مستقبل فلسطين. وعاشت المرأة الفلسطينية وعاش الشعب الفلسطيني. المرأة عظيمة جدا، المرأة مملكة الراجل. المرأة يعني هي كل شيء أصلاً في الحياة، هي أصلاً الراجل، هو من غير مرأة ما فيش شيء. وحتى كمان المجتمع كله من غير المرأة ما فيش إمكانية إنه ينجح أصلاً. إنها النصف الثاني من المجتمع اللي بيكمل المجتمع. الماء هي النصف الذي يكمل المجتمع، يعني بدون الماء ما بكونش في مجتمع أصلاً. الأم الزوجة أكثر شيء، يعني أمك، زوجتك، أختك. المرأة إنسانة يعني قديرة في كل الأوقات، يعني المرأة بتقدر تعمل كل إشي، المرأة كل المجتمع، المرأة ممكن تكون قائدة، المرأة ممكن تدير أماكن، المرأة أنت بتلاقي يعني شوف، المرأة ممكن تكون دكتورة، تكون مهندسة، تكون محامية. والمرأة أول من دخل الإسلام امرأة، وأول من نصر الدين امرأة. خديجة رضي الله تعالى عنها أول امرأة أسلمت، وهذه المرأة كانت في تقوية الإسلام ونصرة الإسلام، وكان لها دور كبير في الدعوة. ولا يظن ظان أن المرأة سلعة أو مجرد للمتاع الجسدي، فلا، المرأة لها دور كبير. هي إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. المرأة أم، المرأة أخت، المرأة زوجة، المرأة بنت، فهي يعني لها دور كبير وهي نصف المجتمع. هو بالمجال المجتمعي ممكن ما يكونش في إقصاءات، في المجال السياسي ممكن، ممكن ليش؟ هيمنة الرجل واللي بنقدر نقول عنها الذكورية في هاي المجال بالذات، مجال السياسة والمعترك السياسي والمجالات الحكم. اتفق العنصرية وانه المجتمع بشكل، ليكون صادقا، المجتمع ذكوري، يعني طبعا هذا نسبة كبيرة جدا، مجتمع ذكوري بحت، مهمش لدور الماء. طبعا في مؤسسات دولية، ولكن للمشاركة السياسية او في السياسة محصورة الجانب السياسي فقط على الذكوة. طبعاً إشي خاطئ، المرأة من حقها تشارك في كل المجالات، سواء كانت سياسية سواء كانت اجتماعية، في كل المجالات إلها الحق. تما إحنا الأمور تغيرت، يعني هناك مثلاً في وزارة المرأة، هناك وزارة التنمية أكبر شريحة تتعامل فيها مع المرأة، وزارة الصحة أيضاً لازم يكون للمرأة مشاركة. ليش نعزل دور المرأة؟ إذا الإسلام أعطى دور للمرأة، كيف إحنا نعزل دورها؟ لازم المرأة لها دور كبير في المجتمع. وأنا كما قلت لك، السيدة خديجة رضي الله عنها كانت امرأة بأمة، أول امرأة صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة أنفقت كل مالها للإسلام. طب لماذا، يعني لماذا إحنا نهمش دور المرأة؟ ليش نحرمها من دورها في المجتمع؟ ممكن المرأة تأخذ مناصب؟ ممكن تأخذ مناصب،
تأخذ بس بالحدود، يعني كل حدود له حدوده. مجال إنها تكون نائبة وزيرة ليش ما تكون مثلا؟ المرأة كل حاجة، معطاء المرأة أصلا. المرأة من حقها إنها تصل للمناصب يعني العالية في المؤسسات العسكرية، في المؤسسات السياسية، في المؤسسات الحكومية، يعني أداها زي أداء الرجل. وهي كمان المرأة يعني بتقدم للبيت، بتقدم للوطن، بتقدم للحياة كلها أكثر ما بتقدم الراجل. يعني خليها تختار، خليها تنتخب، حدا ينتخبها وزيرة، نائبة، مثلا مديرة، رئيسة، أي حاجة. لازم يعطوها حقوق، يعطونا حقوقنا شوية برضه. ما كانش لإلها أي كينونة لا اجتماعية ولا سياسية ولا أي شيء. إجا الإسلام وعزز دور المرأة وعزز من كينونتها وعزز من مكانتها بالمجتمع. بدها منتديات، بدها علم ومنتديات. لازم الكل، كليات الحكومة مش حكومة، كل الدنيا لازم تقف جنبها وتكبرها وتعززها وتحطها في المجال الكبير هذا. إذا المرأة بدأت من نفسها ودافعت عن حقوقها وكانت قوية، من 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 هذه النقطة بتبدأ الانطلاق. نساعدها ونمدها ونقف معاهم، ما نخليهم مش يعني أي حدا يضطهد فيهم، نشاركهم في كل إشي. نعم، يمكن تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال ندوات، خلال دورات، من خلال العلماء، من خلال المشايخ، من خلال المؤسسات الثقافية. تمام، أن يكون بضوابط. يعني ما المانع يعني أن يكون هناك مركز لتعليم المرأة، يعني تعرف إيش واجباتها وإيش حقوقها، إيش الشرع بيحدد للمرأة. إحنا جاهزين، لأنه أنا بالنسبة إلي المرأة كل شيء في حياة الإنسان. عزز أول إشي إنه يزيد الوعي عنا كمجتمع فلسطيني، إنه يكون في عنا وعي ونطبقه على أرض الواقع. مش الواحد يعمل حاله واعي ومثقف ولكن يهمش دور المرأة، لا، لازم نفهم حالنا ونطبقه في أرض الواقع وإيش وأستشيرهم. ولازم يعني تتنمى، يعني يكون في مؤسسات حاضنة، يكون في ناس حاضنة للمرأة، يعني لمشاكل المرأة، لحياة المرأة يعني، وتنظر لكل أي إشكالية بين في أمر المرأة يعني. المرأة يعني نوعا ما في عالمنا العربي أو الوطن العربي هي رمز للجهل، رمز مستضعف مش ماخذ حقوقه. طبعا هذا الكلام نوعا ما صحيح. احنا مجتمعنا مجتمع محافظ، مجتمع مثقف، مجتمع عنده كينونته سواء الأخلاقية والدينية اللي هي من خلال الدين الإسلامي اللي وضح لنا وبين لنا كتير شغلات بما فيها حقوق وواجبات المرأة المسلمة. لا، احنا بنقول كتير في نساء يعني لهم دور كبير في المجتمع، يعني في الوزارات وفي الصحة. يعني وجدنا طبيبات لهم دور كبير، شخصية يعني لهم شخصية كبيرة ولهم دور كبير، يعني مشهورات. نعم، هم يعني أساس ونصف المجتمع كما هو معروف، وأساس المجتمع يعني أنا وأنت وأي إنسان في كل مجتمعات الكرة الأرضية، الأساس الأم والأب، سواء من التربية، سواء الإعداد، سواء المرأة مكانتها عالية إن شاء الله دائما في المجتمع من خلال الأساس ديننا الإسلامي. نبذة كبيرة في الحياة وفي المجتمع الفلسطيني يعني. طبعا من ناحية القضية الفلسطينية ليلى المغربي وآخر فترة منى الكرد، منهم آيات الأخرس بتكون بنت قريبتنا، منهم كمان دلال المغربي، منهم ليلى خالد. يعني عندك نص المعتقل هدول كلهم فدائيات، كلهم هدول فدائيات وأحرار، وإحنا بنتشرف فيهم كلهم. في من ناحية الاجتماعية ممكن أنا بحكي لك على محلي، يعني في قطاع غزة، منى الغلييني. قناة كثيرة طلعت
وزيرة الصحة عنا دكتورة مي الكيلة، يعني هيها من فئة النساء. في أيقونة بازي يعني جدا اللي هي منى الكواد، طالبة جامعية قبل فترة لسه تخرجت، نقلت للعالم كله اللي عناه الشعب الفلسطيني وحي الشيخ جراح والأزمة الحاصلة في القدس. يعني الإشي الحمد لله كان يعني مبشر، وهذا اللي نقلته ما هي اللي وصلت العالم كل رسالة هذه للعالم كله، ولها دور كبير طبعاً.